كابتن شادي بسرعة قبل ما اطلع الفصل. كابتن شادي اهلا بيك. كابتن شادي محمد. كابتن شادي استاذ وائل، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ برحب بحضرتك وكل ضيوفك اللي في الاستوديو وكل مشاهدي حضرتك. بيحيوك تماما. الله يخليك كابتن شادي. قول لي برضه، انا متوقع كمان زي ما قلت للكابتن جمال عبد الحميد انك اكيد ضد ان تكون المرأة حكم كرة قدم، مش كده؟ وليه؟ لا انا مش هكون ضد، انا هكون مع وضد في نفس الوقت. بمعنى والله انا بشوف يعني لو ما دام بنطبق كل حاجه بره، ولو في حكم وفي مباريات بتمشي بره واحنا خدنا قرار هنا اتحاد الكوره، المانع بس على شرط متوقفه على شخصيه الحكمه اللي هتبقى موجوده. بمعنى ايه؟ بمعنى لازم تبقى شخصيتها قويه جدا جدا، خصوصا هتتعرض زي ما قال الاستاذ علي السيسي، كنت متابع من شويه، اللي ممكن تتعرض لهتافات شديده جدا مع عوده الجماهير. هل هي هتتعامل معاها ازاي؟ هتوقف المباراه زي ما بقيه الحكام بتوقفها؟ ادي واحد. اتنين، اي تصرف من اي لاعب جوه الملعب لو شخصيتها ضعيفه، لو واحده مثلا او اتنين بيحكموا، هتبقى في مشكله كبيره جدا جوه الملعب. فلازم عشان ناخد القرار لازم الحكم اللي تبقى موجوده تبقى شخصيتها قويه جدا. مع اتحاد الكوره هو صاحب القرار في الاول وفي الاخر. لو اتحاد الكوره ما قدمش الدعم مع قراره والمسانده والدعم للحكم، يبقى ما ياخدش القرار. احسن، عشان هنخش في مشاكل كبيره جدا. انا بس يعني هداعب حضرتك شويه وداعب استاذ علي وكل اللي اتفضل اتفضل، وهقول حاجه كده. يعني احنا اوريدي بنعاني من مشاكل الحكام اللي موجوده، كان في نقص خبره في مجموعه من الحكام اللي عندهم خبرات كبيره جدا جدا، بطلوا مره واحده. فقعدنا كل الفرق خصوصا السنه اللي فاتت واللي قبلها بتشتكي من القرارات التحكيميه، والنادي دوت بيشتكي من الحكم فلان الفلاني، والنادي دوت مش عاوز الحكم ده. فبالتالي في مشكله معانا مع الحكام الرجال. دي المشكله، فاهم؟ اذا كان الحكام ده، اذا كان في ناس تعمل قوايم مش عايز الحكام دي، هيقول لك والست دي والبتاع، هندخل في كده يعني. بس كمان فيها نوع من العنصريه. كابتن شادي في حاجه ومتفق مع يعني الحكمات اللي مع حضرتك دلوقتي في الاستوديو، انا معترض عليه. مش دايما اما نيجي، انا طبعا بحترم كل ضيوفك وكل اللي دخلوا على التليفون، ولكن ليه دايما لما بنيجي نناقش حاجه ندور على فكره التحرش؟ وهي قالت من شويه الرياضه اخلاق، واحنا اللي علمنا المجتمع خلي عندك روح رياضيه. زي ما بتكرر الجمله دي الرياضيين والاجيال المتعاقبه ورا بعض هم اللي كانوا علموا المجتمع خلي عندك، لما يبقى في مشكله حتى بعيد عن الرياضه يقول لك خلي عندك روح رياضيه او اخلاق رياضيه. طبعا الرياضه يجب ان تعلم الاخلاق، فما بقاش خايف بقى من تحرش ولا. انا عايز اقوله ايه لعيب مسكه من وسطها، ايه لعيب، ما حدش يقدر يعمل كده. هي طبعا لو حصل اي كده هيسلط عليها الضوء. لكن هنا اللي انا اقصده، ليه دايما لما نيجي نناقش وكسيده عايزه تاخد حقها والاتحاد الدولي بيطبق ده، فانت بالتالي لازم تطبقه، فما نقعدش نناقشها لمسها مسكها بطنها وسطها شعرها. انا بشكرك كابتن شادي، الف شكر، وهطلع فاصل عشان اخد تعليقات من ضيوفي بعد الفاصل.